اليوم باختصار مشاركتي كانت عبارة عن ان شو دوري بيكون في كوب 28، ويعني كيف اني انا اقدر اكون طفلة اماراتية يقتدى بها. والمعنى من ذلك ان الحين في وايد اطفال اماراتيين، صح؟ نباهم يوصلون لمرحلة انهم يكونوا واعيين، صح؟ بمنهم صدق يعني يشتغل على نفسه، عنده معلومات، يعني بعد وايد مثقف، بس كيف انه يقدر يوصل؟ كيف انه مثلا يقدر انه مثلا الناس كلها الاطفال كلهم يشوفونه؟ كيف انه يكون عنده مثلا ثقة في النفس؟ فهذا كانت يعني باختصار اللي تكلمت عنه. ورسالتي هي ان دائما لا تحطون حدود لطموحاتكم، لو انها مستحيله قولوا لها عادي، لان كل ما رددتوها على مخكم، كل ما رددتوها على فكركم، راح تتحقق ان شاء الله.